الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده الله
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدان
الله حقا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا المجرمين.
سمعه وأبصاره وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الله سمع الله لمن الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله Yeah.
والعطاء يا رب العالمين. اللهم ما جعلت في هذه الليلة
الصحة والعافية، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، اللهم واحفظ نساءنا، اللهم واحفظ أولادنا، اللهم واحفظ بناتنا، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اللهم أقر أعيننا بأولادنا وبناتنا، اللهم واجعلهم قرة لأعيننا، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا رب العالمين، اللهم ما سألناك فبرحمتك فأعطنا، وما لم نسألك فبجودك فبادرنا، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، يا أكرم الأكرمين، اللهم وارحم جميع موتى المسلمين، اللهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، اللهم وارحم والدينا، اللهم أعتق رقابهم من النار، اللهم وأعتق رقابهم من النار، اللهم ارزقنا برهم، اللهم وارزقنا الإحسان إليهم، يا أكرم الأكرمين، اللهم من كان منهما حيا خاتما، يا سميع الدعاء، ومن كان منهما ميتا أو كليهما، اللهم وارحمهم في قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، يا رب العالمين، اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيامها، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وعلى أزواجه الأطهار وصحابته الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله Mm-hmm.